أهلا بكم. في ظل الأجواء السائدة والمتأثرة بفعل الحرب بالدائرة جنوبي البلاد ووسط المخاوف من اتساع رقعة القتال ودخول المنطقة في حرب إقليمية، تتأثر العائلات والأسر مما تسمع من أخبار وتشاهد عبر الشاشات. أضف إلى ذلك إلى أن نسبة لا بأس بها من العاملين بقوا في البيوت بسبب الحرب، ومعهم أولادهم الذين بقيت مدارسهم مغلقة بسبب تعليمات الجبهة الداخلية. عن تأثير ذلك على العلاقات الأسرية والزوجية نريد الحديث مع ضيفنا في الأستوديو محمد صافي، مختص بعلم النفس التربوي ومعالج زوجي وأسري. أهلا ومرحبا بك. هلا أخي شكر. بداية أخ محمد صافي، كيف تؤثر أخبار الحرب ومشاهد الحرب على نفسية الناس الكبار والصغار؟ صحيح، هي تؤثر بشكل كبير على الأهالي أولا، وهذا الإشي منلاحظه في المدارس بشكل يومي. الأهالي هم الوقاية الأولى لنفسهم ولأولادهم ولأطفالهم ولأبنائهم. الآن إحنا الأهالي نفسهم بواجهوا بشكل يومي من 7 أكتوبر حتى اليوم موجودين في حالة عدم الاستقرار. الآن في البيت، في العمل، في أولادهم في المدارس، لا يتعلمون من خلال الزوم. فاستقرار، عدم استقرار النفسي واليومي، البرنامج اليومي يتم كيف هو مخطط من قبل ما 7 أكتوبر، فهذا بؤدي إلى نوع من تشويش ذاتي ونفسي عند الأهالي بشكل عام، بشكل خاص وبشكل عام عند الأهالي. الآن لا شك الأهالي موجودين بحالة زعل وغضب وشعور هيك نوع من الإحباط، كيف هم حاسين وكيف هم يتعاملوا مع أبنائهم، وبالذات في حالات أنه أبنائهم رجعوا على المدارس، ولا أبنائهم بفترة ما كانوا في البيوت كانوا يشوفوا التلفزيون بشكل يومي وغير التلفزيون هيك مع في الميديا، يعني بيشوفوا في الفيسبوك، في الانستغرام، بالتيك توك، كثير ظواهر وكثير أحداث. نعم. بيوت محروكة وأطفال وهدم بيوت وأطفال متوفين وعائلات وقتلى. إذا ذكرت الأطفال، كيف علينا شرح ما يجري لأطفالنا وأولادنا الصغار؟ بإمكاننا أولا إعطاء الشعور لابننا أنه موجود في أمن وأمان، أولا لابننا، واحد. اثنين، إعطاء المجال لابننا بأن يتحدث، وإحنا نكون مصغين بكامل الإصغاء لابننا، يعني يحكي عن شعوره بأي حالة موجود فيها، شو اللي سمعه وشو شاف. وبالذات ممنوع إحنا كأهل إن ما نعطي الحقيقة لابننا حول ما يدور في الدولة اليوم، لكن واضح انه لازم اعطاء لابننا المعلومات اللي لازم ابننا يعرفها بناء يعني حسب جيله وحسب قدراته بتحكي له. ممنوع تعطيه معلومات زياده عن اللي ابن لجا حكى لك اياه، سواء عرفه بالمدرسه او شافه من التلفون او شافه من التلفزيون. يعني اعطيه المعلومه اللي هو بيعرفها واشرح له الوضع الراهن في البلاد نسبة لجيله ولقدراته. بنفس الوقت يجب الحفاظ وإعطاء الابن الأمن والأمان، ويعرف أنه هو موجود في عائلة آمنة وهادئة، ولازم يكون طبعا إذا سمع صاروخ لازم يعرف كيف يتصرف بهالحالة وكذا. الآن في غير إعطاء المعلومات لأبنائنا، لازم نعطي أبنائنا كمان، نعمل لهم برنامج. يعني هاي فرصة للأهالي اللي من خلال أبنائنا بيكونوا بفترة في البيوت فيها، أو هسا حتى ما رجعوا للمدارس وموجود حالة طوارئ في البلاد عامة، مفروض إنه أبنائنا يكونوا في برنامج ثابت. يعني بروح على المدرسة، برجعوا من المدرسة، طبعا بيجي يحكوا لأهليهم عن اللي شو سمعوا وكذا، بخاصة بحالة طوارئ اللي اليوم. لكن البرنامج ما بعد المدرسة اللي لازم يكون ثابت عند الأطفال هو تمارين رياضية، رسومات، يعني من أجل تقليل الضغط النفسي، تقليل الضغط النفسي والقلق عند أطفالنا. نعم، دعنا نتحدث عن العلاقة الزوجية. إلى أي مدى ممكن تتأثر العلاقة الزوجية بسبب الوضع الحالي؟ واضح في منواجه الإشي إنه بشكل يومي في الأهالي نفسهم بدهم من يصغي لإلهم،
نفس ما حكينا الآن، إعطاء إرشادات واحتواء كامل وشعور الأمن والأمان للأطفال، الأهالي نفسهن بدهن مين يصغل إليهن، مين يعطيهن الإرشاد الكافية، تقليل التوتر وتقليل المشاكل العامة الاجتماعية النفسية والاقتصادية. واضح أن الأهالي اليوم كثير أزواج ما بيطلعوا على الشغل، وهبالتالي بيؤدي لوضع اقتصادي سيء بالعائلة، وضع اقتصادي السيء بالعائلة يؤدي لمشاكل زوجية وأسرية وعائلية في بعض يعني مثل فترة الكورونا. صحيح، وبالتالي الأهالي نفسهم بحاجة لإعطاء نفسهم الفرصة، وممكن التوجه لاستشارة نفسية و استشارية ليمروا الحالة. نعم. لكن المهم جدا أنه يكونوا الأهالي أقوياء، وهيك مع استرداد كامل وكافي أنه يمروا الفترة الحرجة والصعبة. أخ محمد صافي، التوتر أو الخوف مشاعر لا يملك الإنسان السيطرة عليها، لكن كيف بالإمكان جعل هذه المشاعر لا تسيطر على تصرفاتنا مع أولادنا ومع زوجاتنا؟ صح، حكيت سابقا أولا على مستوى الأهالي، في مستويين، مستوى الأهالي ومستوى أولادنا. على مستوى الأهالي بإمكاننا التوجه للعلاج أو للاستشارة، وتعبئة وقتهم الفراغ أو لاقوا وقت كافي يمارسوا رياضة أو فعاليات سماع موسيقى أو فعاليات اللي هي فعاليات يعني بأمل. أنشطة يمكن قيامها كأهل على مستوى أهل. كذلك الأمر عند الأطفال لتمرير الأوقات الصعبة، تمرير أوقات اللي هي بنفسية صعبة، الإحباط، القلق، التعب، الغضب، اللي كيف بدك تطلع هالحاجات من خلال حديث مع أخصائي نفسي أو من خلال استشارات أو تمارين رياضية وغيرها، فعاليات اللي الشخص أو الزوج أو المرأة أو الرجل اللي هي بشوفها كفعاليات اللي هي بتخفف من الغضب عنده أو الإحباط اللي عنده أو الحالة النفسية المتعبة عنده. يعني هل بالإمكان التوجه للطلب استشارة سواء نفسية أو بخصوص العلاقات الزوجية؟ هل من عنوان لمثل هذه الاستشارة؟ بشكل عام في مراكز الخدمات النفسية بيعطوا إرشادات وعلاجات في حالة أنه في بدائرة في مجموعات معينة، إذا في ناس اللي هم عن جد بحاجة سواء أهل أو طلاب بتوجه لمركز الخدمات النفسية القروي أو في البلد نفسها، في كل بلد مركز خدمات نفسية بإمكان الأهل التوجه له وأخذ الاستشارة والعلاج اللي مفيد لإلهن أو اللي هم بحاجة له. الآن في بعض البلدات بتم إعطاء الخدمات النفسية من خلال المدارس للأطفال فقط ولأجيال معينة، المدارس الثانوية والأهالي بإمكانهم التوجه للشؤون الاجتماعية في نفس البلدة، وطبعا من المتوقع أن يأخذوا العلاج الملائم لإلهن. دعنا نقارن، يعني العالم عاش أزمة الكورونا والتي كان في بدايتها إغلاق وترقب وخوف من المجهول، هل تشبه فترة الحرب هذه تلك الفترة؟ فترة الكورونا كان فيها نوع من عدم الوضوح لوين متوجهين، الشيء كان أكثر نفسي علاجي طبي. تمام، اليوم الوضع مختلف تماما، اليوم الوضع هو أكثر إنساني، هو أكثر حالة حرب، حالة طوارئ، حالة عدم أمان. اليوم أنت عايش، بكرة محتمل لا سمح الله يصير شغلات اللي هي ما بنعرف نتائجها، وبالتالي في حالات الطوارئ مثل حرب هي أكثر نفسيا نتيجتها بتيجي أكثر، بنشوفها على الأبناء في المدارس وعلى الأهل كمان، لأنه بأخذوا انطباع اللي بيجيبوا اللي بيشوفوه في الميديا واللي بيشوفوه في التلفزيون، الحمل اللي بيشوفوه بيجيبوه معهم على في ثاني يعني للعمل وللمدارس. محمد صافي، نصيحة تود أن توجهها لجمهور المشاهدين قبل أن ننهي هذا اللقاء؟ النصيحة هي أن يتم إصغاء الأهل لأطفالهم بهاي المرحلة وبهاي الفترة الصعبة جدا، لا شك أنها صعبة، التوجه لمراكز الخدمات النفسية في حالة ظهور علامات قلق أو خوف أو اكتئاب أو إحباط أو التوجه لأخذ العلاج المناسب للابن، وإعطاء برنامج مناسب
للأولاد بشكل ثابت وبالذات بهاي الفترة، من زي ما حكينا سابقا من برامج رياضية لثقافية لموسيقى لرسم لدورات إلى منهجية بشكل يومي. شكرا لك محمد صافي، مختص بعلم النفس التربوي ومعالج زوجي وأسري. شكرا لحضورك للاستوديو، ابقى معنا دقيقة.